مرحبا متابعي قبل وبعد تي في في فيديو جديد. صبايا مسلسل كوميدي سوري من إخراج ناجي طعمي وبطولة ديما بياعة وجيني أسبر، نسرين طافش، ديما الجندي وكندا حنا. بث المسلسل لأول مرة في جزئه الأول سنة 2009 وانتهى عرضه في جزئه الخامس سنة 2013. تدور أحداث المسلسل حول 5 بنات يعيشن في منزل واحد، وما يتخلل ذلك من أحداث ومغامرات متفرقة ضمن إطار اجتماعي كوميدي خفيف. وإليكم الآن أبطال المسلسل بعد 14 سنة.